Hamza, c'est Amine. Voilà, je voudrais te dire que mbrok pour ton mariage. Je te souhaite plein de bonheur, inshallah, et plein une belle vie, inshallah. هاني نجيو عند خونا حمزة وفرحوا معاه والله يسهل عليه الله يدير ليه اللي فيها الخير في المستقبل ومباركو مسعود وراك عزيز علينا خويا حمزة. أنا جيت سعيد تواجدي في حفل زفاف ديال حمزة المنديل الأخ والصادق في المنتخب الوطني، كنتمنى له التوفيق وحياة زوجية رائعة بالرافي والبنين هو الأخ الزوجة ديالو مروة، كتمنى لهم التوفيق والنجاح في الحياة ديالهم. كما شفنا اليوم العرس ديال حمزة المنديل دايز باقي كيدوز في أجواء زوينة، حنا فرحانين ليه بزاف. أنا صادق ديالو من 2009 في الأكاديمية ديال محمد السادس، فأنا جيت لهنا اليوم باش نبارك ليه ونحضر معاه لهاد المناسبة اللي تكون غالية عنده والعائلة ديالو. كنتمنى ليه إن شاء الله كل السعادة هو والزوجة ديالو، كما كنقولوا الله يسهل عليه. حمزه مندين نباركوا ليه العرس ديالو وحنا فرحانين، يعني حضروا كاع لعابه المنتخب من الحارس الدفاع الهجوم، بقى غير رونار هو اللي ما جاش وحجي. كنتمنوا ليه السعاده ان شاء الله يا ربي والخير والرفاهيه في الحياه ديالو، الله يرزقوا البنين والبنات ان شاء الله، واخا ما كنعرفش ندعي ولكن راه دايزه ان شاء الله يا ربي. وشكرا للمنبر ديال شوف تي في على هذه التغطيه. هذه فرصه جميله باش نجي نحضر العرس ديال هذا الشاب اللطيف اللي كيمثل المغرب وكيمثل المنتخب المغربي. انا نودي عليه من طرف اصدقائه هو والاصدقاء ديالنا جميعا باش نبدا نجي نديروا شي بركه. وشفت في دائما تبارك الله عليها حاضره هنا وهنا 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 وهنا، تبارك الله عليهم كاملين بالتوفيق ان شاء الله. حنا كنشكروا شوف تي في على هاد حسن الاستقبال، حنا جينا باش نحيوا الحفل ديال لاعب المنتخب الوطني حمزه مندي.
d'abord c'est une fierté de voir Hamza s'est marié, alhamdulillah. Donc on prie pour lui, ouais, que ce mariage soit quelque chose de bien pour lui. Et vraiment on est très très content pour Hamza. On prie pour lui, vraiment que ce soit une bénédiction pour lui. Ouais. Pour l'instant, bah, on est fiers de lui. Ouais. Bon, une fierté, ouais, une fierté, alhamdulillah. Fierté pour lui. Que lui et sa femme, vraiment, que ce soit qu'elle soit une bonne épouse pour lui. Et lui aussi qu'il soit aussi un bon mari pour elle aussi. Et on prie pour lui et que ça soit bien pour lui. Voilà. Honnêtement, on est très très content pour lui. Ouais. منديل راجل طيب راجل طيب راجل طيب وانا من المعجبين ديالو و لا باروف هو انك تشوف الناس اللي جاوا دابا ما كناش ننتظروا منهم انه غيجيو منهم حريتي منهم سميتو بونو جا سميتو هذا كعبي هو الزوجه ديالو وجا شكون بونو هو الزوجه ديالو يعني واحد العرس داز رائع احسن من رائع. انا بعدا تنفتخر بهذا العرس هذا لانه ماشي على حيت بنتي ولا شي حاجه، لا بالعكس انا بنتي تستاهل اكثر من هذا. يعني بنت راك شفتوا انتم كي دايره وداك الشيء، وهو يستاهل اكثر من هذا الشيء لانه راجل طيب وراجل مزيان و ديسيبليني. انا اللي عاجبني في ذاك الولد انه الاخلاق، ولد الاخلاق، اخلاق اخلاق اخلاق، يعني انا تنعتمد على الاخلاق. يعني السيد مخلق، الزوجه مخلق وهي مخلقه، وتلاقاو هذا مع هذا والله يكمل عليهم بخير. صديقي وصديق الطفوله وكبرنا جميع، وكنتمنى ليه ان شاء الله بالبنين وبالوليدات والصحه والسلامه وباش ما تمنى ان شاء الله. سي حمزه ايوا بصحتك الزواج، فيليستاسيون تو مون بونور ان شاء الله، اون سويت اون سويت لو بونور. المهم لا تي مي ميسن تي كوني سا بوش با، اون انسومبل كوم جامي مون فريرو. غروس 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 فور، جو كخي تخي 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 كونتون توا، ايوا لا تي مون فريرو سور تي لا فامي. Et Inch'Allah, que du bonheur avec toi, avec Marwa, pardon.
et inchallah la réussite frérot. On est ensemble frérot. Alors jina ضيوف عندكم هنا في المغرب الاقصى جينا من مدينه طهران باش نحضروا لهذا العرس ديال خونا حمزه منديل كان لنا الشرف باش نحضروا باش نشاركوا في هذا الحفل في هذا العرس نتمنوا له بيان سور سعاده والحياه سعيده وسي غراس حياه بن عبد الله اللي عرفتني بحمزه المدغري اللي بيان سور عطانا هذه الفرصه باش نكونوا مع هاد الفنانين الكبار اللي كانوا اليوم حاضرين في هذا الحفل. Yeah.